بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على النبي الكريم. معالي الوزير الأول، السيد رئيس الجمعية الوطنية، السيد رئيس المجلس الدستوري، السيد رئيس مؤسسة المعارضة الديمقراطية، السادة الوزراء، السيد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، السادة أعضاء السلك الدبلوماسي، السادة والسيدات رؤساء الأحزاب، السادة والسيدات المدعوون، أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يمثل بناء تنمية شاملة ومستدامة تحقق طموحات الشعب الموريتاني بكل مكوناته الهدف المحوري السياسات العمومية التي بلورتها الحكومة وتعمل على تنفيذها. وهذه التنمية الشاملة المستدامة لكي تتجسد واقعا ملموسا تتطلب منا، من حيث هي تنمية، بناء اقتصاد متنوع فعال في خلق فرص العمل وإنتاج القيمة المضافة، ومن حيث شمولها اعتماد سياسات اجتماعية للقضاء على الغبن والهشاشة والإقصاء، ومن حيث استدامتها إنتاج استراتيجيات تضمن المحافظة على منظوماتنا البيئية وتسيير مواردنا الطبيعية على نحو يسمح لها بدوام التجدد. وهذه المستويات الثلاثة تشكل دائرة اختصاص هذا المجلس الموقر الذي نشرف اليوم على تنصيبه، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. أصحاب المعالي، أيها السادة والسيدات، إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي هيئة دستورية تقوم وفقاً لما أنيط بها من صلاحيات في متن الدستور بمهام استشارية في جميع القضايا ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. ويمكن للمجلس بمبادرة منه أن يطلع الحكومة على رأيه حول تنفيذ الخطط أو برامج العمل ذات الطابع الاقتصادي أو الاجتماعي أو البيئي. ويوفر المجلس لمختلف الفئات المهنية والاجتماعية والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والشخصيات المرجعية الممثلة فيه إطاراً متميزاً للمشاركة الفعالة في تصور ومتابعة السياسات الحكومية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. ونحن على يقين من أنه سيكون لهذا المجلس بحكم تنوع تشكيلته وكفاءة أعضائه إسهام بالغ الأهمية في بناء ومتابعة تنفيذ السياسات العمومية. ولذا ستحرص الحكومة على دوام التعاون الإيجابي مع المجلس بما يمكنه من الاطلاع بدوره كاملاً. وفي الختام أعلن على بركة الله تنصيب رئيس وأعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في مهامهم، متمنياً لهم التوفيق والنجاح. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.